شوف الروح القتالية الكبيرة من اللاعبين على الرغم من النقص العددي، لكن لهم سجلوا هدفا مهما ولم يتأثروا على المستوى البدني أبدا. نستأنف اللعب من جديد في مباراة تشهد الكثير من الأهداف. شو اللي يسوي حارس المرمى الآن؟ يترك مرمى خالي ويتقدم بالكرة في هذه اللحظات، يتقدم فيها، يقتر من مناطق الخصم الآن. كرة لا تشكل أي خطورة لحارس بقيمة مانويل نوير. يفقد بايرن ميونخ الكرة في هذه اللحظات. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. روبرت ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي بيلعب الكرة بينية سليمة. لو حتى منك كان ممكن نشوف هدف، أكيد راح نشوف الكرت الأحمر في هذه اللقطة. أوه، ورقة حمراء، سيغادر الملعب، سيخرج مطرودا، سيودع المباراة من الباب الصغير بعد التدخل. والإعاقة في الانفراد الواضح في اللقطة الماضية. في محاولة لتعديل الأوضاع، المدرب راح يجري تغيير تكتيكي في هذا التوقيت. عمل جميل، الله على التسديدة، حلوة الكرة، شوف التنفيذ، كم ممكن تكون هدف في اللقطة، مرت الكرة، حبست الأنفاس، يا سلام على هذه الكرة. الكرة بتضيع من لاعبي ليفربول، ليفاندوفسكي يتراجع لوسط ملعبه من أجل الحصول على الكرة، يخسرها في مكان خطير، روبرت ليفاندوفسكي، الكرة داخل المرمى، هدف يأتي بعد عمل كبير. أي ضغط مثالي، أي ضغط عالي يولد هذه الأخطاء ويجعل الفريق يستعيد الكرة سريعا. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا، والكرة تعود إلى نقطة البداية. ماني يتقدم بالكرة، حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها. شاكيري يلعب الركنية، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. روبرت ليفاندوفسكي، فرصة لكرة مرتدة. أوهو، المرمى خالي والفرصة بتضيع، مستحيل اللقطة، هذه الكرة إذا ما دخلت أي كرة تدخل بعد الآن، يا الله على اللقطة. روبرتو فيرمينو، روبرتو فيرمينو، تمريرة جميلة من فيرمينو. ساديو ماني، عرضية تصل إلى الصندوق، كرة مرتدة فيها خطورة. عاد الدفاع، نظم صفوفه، لم تعد هناك محاولة مرتدة. استخلاص ممتاز داخل المنطقة، محمد صلاح، ليفربول يحاول استغلال الأطراف، في مساحات موجودة لك لازم استغلال الكرة المرتدة. هجمة مرتدة غير مستغلة والكرة بتضيع. كومان، روبرت ليفاندوفسكي يتقدم بالكرة، قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. لان عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمه مرتده، فريق لازم يستغل فرصه الكره المرتده، فرصه كانت الهجمه مرتده لكن ما استغلت بشكل مطلوب. اوهو،
على جماهير الفريق البافاري. شوف التشجيع، شوف دفع اللاعبين، شوف المطالبة بالهجوم، محاولة كسر التعادل والفوز في الدقائق الأخيرة. فينالدوم بمبدأ الأمان خلص المدافع. كومان الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد، تسرع فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد. الكرة أصبحت مع الخصم الآن. جوردن هندرسون تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. جوردن كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، فرصة للتسجيل. هدف التقدم يأتي يغير مسار المباراة، نقطة تحول في هذا اللقاء، كل شيء سيتغير. يا الله على التوقيت. كرة كانت هدية أمام المرمى، شوف اللحظة ما بذل فيها أي مجهود، حولها داخل الشباك، المرمى خالي أمامه تماما، كل ما فعل بأن يكمل طريق الكرة إلى المرمى. بايرن ميونخ متأخر في النتيجة. ليفاندوفسكي ما زال يتقدم. روبرت ليفاندوفسكي القائم يتصدى. كانت فرصة هدف لولا تدخل العارضة، منعت الكرة قبل أن تعود إلى حارس المرمى. هنا يظهر التوفيق وعدم التوفيق، سنتيمترات قليلة تصنع الفارق، تمنع الكرة، تحرم الفريق من تعديل النتيجة. بينية تضرب الدفاع. ماني فينالدوم شجاعة كبيرة من الدفاع. أوه كرة بتضيع، فرصة كانت خطيرة، كان ممكن هدف في اللقطة الماضية، لب من فوق الحارس لكن شوف العارضة. الله على هذه الكرة. روبرتسون فينالدوم 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. محمد صلاح تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. روبرتسون فينالدوم روبرتو فيرمينو دقة تركيز من اللاعبين في مباراة اليوم، تمريرات بالملي بالمقاس، شوف المدرجات اللي تتفاعل مع كل لقطة مع كل تمريرة. دقائق قليلة تفصل عن النهاية، شوف المدرجات كيف تشتعل، شوف الدعم، شوف الحافز للاعبين، البحث عن التعادل في الدقائق الأخيرة. ماذا يحدث لحارس المرمى في هذه المباراة من البداية وهو يبدو ضعيفا في مستوى التركيز في ردة الفعل. هدف آخر تتلقى الشباك وربما لن يكون الأخير. دقيقة الأخيرة من عمر المباراة. حارس يتباطأ في إبعاد الكرة، تصرف مجنون من حارس المرمى، يترك المرمى ويتقدم فيها الهجوم. حكم الساحة يحتسب وقت بدل ضايع مقدر ب3 دقائق. خطأ على البايرن. يا الله حالة طرد، كرت أحمر ممكن تكون نقطة تحول في المباراة. تفضل يمر الكرة. فيليبي كوتينيو روبرت ليفاندوفسكي تدخل غير سليم، يستحق بطاقة في رأيي. مباراة عنيفة والصراعات بدنية قوية، يعانون من النقص العددي وما زلنا نرى مثل هذه التدخلات. بطاقة صفراء بعد هذا التدخل لابد أن كرة بتضرب الخط الخلفي. فرصة الآن، فرصة هدف يا أبو صلاح. مع صافرة نهاية المباراة
نستمع إلى صوت الجماهير الغاضبة في هذه اللحظات. نتيجة ما كانت منتظرة، كرت أحمر عقد الأمور صعب من المهمة. هذه الجماهير غاضبة على قرارات الحكم، يوم للنسيان بالنسبة لهذه الجماهير العاشقة. بالنظر إلى الصورة التي ظهر عليها ساديو ماني في مباراة اليوم، تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته. We'll be right back.